تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة الأخبار، معكم حسين هاشم وحلقة جديدة من برنامج مطبخنا. هذا البرنامج بيطلع عليكم أسبوعيا كل نهار جمعة الساعة 2 عصرا بتوقيت ولاية ميشيغان. اليوم أكلة جديدة، شي بيسموها لبن أمه، شي بيسموها شكرية. مين بيسميها لبن أمه؟ نحن عندنا بلبنان، عندنا بلبنان شكرية، شكرية بسوريا حتى بالشمال عندنا بيسموها شكرية مع رز أو لبن أمه، بس على الحالتين يعني شو ما كانت الاسامي لها اكله طيبه كتير صراحه، يعني واكله كتير هيك بتغذي ومفيده وهيك تقليديه للاكله. فعم نحاول ننوع لكم بهيدي الاطباق، دائما اكتبوا لنا اذا حابين اي طبق او اي اكله نحن نعملها، اكتبوا لنا اياه بمربع التعليقات، ودائما بنوعدكم انه بنلبي هيدي الطلبات تبعكم. كتير منكم عم بيبعتوا لنا الصور تبع الاكلات اللي عم يعملوهم، شكرا لكم، مبينين تمام الطعمه، بدنا نشوف بس مبين الصوره منيحه يعني. اكيد هذه الحلقات ما عم بيلحق يحضرها لايف، في منكم كتير عم جاي يحضروها بعدين، ثانك يو. فما بيأسف اذا ما لحقتونا باول حلقه، دائما الحلقه بتضليها موجوده على فيسبوك ويوتيوب والويب سايت تبعنا، الحلقه بتعرض بشكل مباشر لحتى نتحدث نحن وياكم ونتفاعل نحن وياكم، اذا عندكم اي سؤال فيكم تسالوه. فبليز تفاعلوا معنا بهذا البرنامج، لايكس شير، عملوا تاج لاشخاص تانيين خليه يحضروا هذا البرنامج وتحدثوا معنا، هيك ما تتركونا لحالنا. شيف لك انت يلا. يلا يا هلا، مثل ما قلت انه طبق تقليدي لبن امه او الشكريم الا نحن. المواد معروفه صارت عندنا، بدي مو زيت، فينا نستعملها بقر او غنم، بدها تقطع شوي حجم كبير، يعني هالمو زيت عندنا هون حبتها كبيرة، سلقينا نحنا 3/4 سلقة، بدنا نكفي سلقة شوي عندنا هون. نعم. وعندنا الأساسي اللي هو مثلا نسلق اللحمة على طول، بس نسلق الدجاج لحمة بدنا نحط مواد عطرية، مواد عطرية هي جزر، كرات، كرافس، بصل، عيدين، قرفة، ورق غار، شو عندي مواد معطرة فيني حطي الملح قبل ما يستوي بعشر دقايق اللحمة، بحط لها ملح لأنه بالأول بحطش ملح يعني كنا للحمة ولا الحبوب عشان ما تقسى تعوّل تستوي اللحمة. إذا قلنا بدنا 400 جرام، وعندي هوني لبن رايب كيلو 200 جرام حسب الأشخاص اللي عم يأكلوا، فيك تعمل الكمية بس نحن الكمية عم نعملها اللي هي معطرة فيها يعني. وعندنا هون البصل الكويزيت حب صغير شي 200 جرام، زدت أنا شوية بصل صغير عادي، قصيت البصل أربعة، راح البصل اعمله شوي سوتيه وبسلقه. وعندي نشا 30 جرام، وعندي زليل بيضة، وهودي نان توم ناعم، نعنع أخضر ناعم، وعندي كريمة. هاو آخر شيء بس أطبخ اللبن، اللبن قلت أنا فيني أطبخه على بن مري، يعني حط واعة فيها ماي وحط الطنجرة، ساعتها فيني اشتغل بواعة تانية لحتى لي ما تلزق، أو فيني دغري على نار خفيفة حط اللبن واشتغل فيه. هلا اللبن هون بدي رخي شوي، بدي احط بظهره زليل البيض، هي بيضه نحن كسرناها استعملنا زليل. النشا بدي ذوبه بحبه مي بارده، هلا بس بنرخي اللبن بدنا نحط شوي من مرقه اللحمه بظهر اللبن ليعطي معانا شوي، يعني بدل ما احط ماي بحط نص ماي وشوية مرقة لحمة. هي النشا اللي دوب بمي بارد مش مي سخنة، لأن إذا حطينا مي سخنة بكبتل النشا دغري، بحط مي بارد ليدوب معانا. هلا دب بهالشكل هي، حط النشا شوية ملح، رح نكتر ملح لأن نحن ما نحط الملح، شوية مي من مرقة الجيل اللحمة، بدي اخفقهم مع بعض زليل البيض النشا واللبن، مثل ما قلنا بدي احط شوي من مرقة اللحمة فوق منهم. المي عم تغلي هان اذا شايفينها من شان بان ماري، يعني تحياتنا اللي عم يحضرنا فاتنا. ايه الشكريه هي لبن امه مثل ما قلنا باول الحلقه، ايه او لبن امه بتقولوا لها او شكريه حسب اذا انتم منين يعني، فاهمين كيف؟ فهيدي هي التسميه لها. احلام اهلا وسهلا حبيبه، جمعه مباركه، يسعد مساكي، هلا ملاك. شكريه كتير طيبه، اي ثينك
صعبي ولا طيبي يا ملاك؟ احلى برنامج والله، شكرا جزيلا. رانيا ماي فيفورت دش، يلا يا رانيا شوفي لنا هذه الطريقه. ايه هون حطينا بدل ما نرخي اللبن بماي عاديه رخيناها بمرقه اللحمه. بيطلع اطيب هيك يعني؟ ايه بتعطي الدسامه شويه. هلا مثل عادي قلنا نحن اللبن بدنا نصفيه بالطنجره. هلا ليش بتصفيه للبن؟ صفيه، ممكن يكون في لبن مقرش شوي بنشم جديد مزبوط. نعم بدي صفيه شوي. اذا كان ناعم في يمشي بلا تصفيه بس رشان. تمام هدى اهلا وسهلا، اول مره بسمع بيضيفوا نشا. هدى عزازي عم تسال شو قصه النشا شاف. هلا اذا بدك تحط الرز تطبخه مع اللبن فيها ما تحط نشا، بس نحن بنقدم على جنبها رز بالشعيريه بس لحتين نسمك اللبن شوي. يعني بدك تحط نشا وزليل بيض، فيك تحط نشا بلا زليل بيض بيأثرش، بس زليل بيض بس تسكبها اذا تعوقت شوي ما بتشقق بتضلها لزجه، عشان هيك بنحط زليل بيض نحن يعني. تمام شفتوا عم نعطيكم شغلات جديده اليوم. شكرين صحيه اكيد صحيه. ملاك عباسي اهلا وسهلا، نوال حسوني اهلا وسهلا. راح اعملها على طريقه الشيف هالمره، دائما على بقلوها على طريقه الشيف وما بتخسروش. اكيد اعملوا شير للحلقه، اعملوا معروف وتاج لاصدقائكم ولا هيك، خلينا نوصل الحلقه. صفيناها هلا بدنا نحطها على نار. حاطين احنا المي هون بالوعاء، مي عم تغلي. هلا بدنا نحرك بملعة الخشب لانه بالشريط ما فينا نحرك كتير، بصير بدها تحفر الطنجرة يعني. هيدي نقطة بدهم ينتبهوا لها هيدا. ايه هلا مثل ما قلنا البصل بدي اقليه شوي صغيره بس سوتيه يعني. هذا البصل حبه صغير له كويزات نحن، او فينا نعمل اذا ما في فينا حب بصل صغير عادي نقص بخلي كعبه معلق وراسه معلق. نعم ومنقطع البصل لاربع شقف يعني، اوقات ما بيلاقوا هذا البصل الصغير ممكن يلاقوه. هي لذتها انه يكون فيها بصل زياده، لذتها البصل يعني. ايه لازم يكون فيها بصل، البصل بيعطيها نكهه يعني. ليلى اهلا وسهلا فيك، يسعد مساكي. محمد ملكاوي شيف رائع، شكرا يا اهلا وسهلا يا محمد، كلك ذوق. نوال عم تسال انه اوقات اللبن بيفرط معها، شو السبب؟ بيفرط بيكون الترويب تبعه مش مزبوط، وفيها تحط ملعقه نشا ما بيعش يفرط يعني. حط ملعقة نشا مثل ما عملنا نحن هلا هيك، ولو تعود على جنب وما حركتوش ما بيعود يفرط، هو نشا بيلقطوا يعني. تمام سؤال حلو يا نوال، برافو عليك. مثل ان البصل نقليه شوي، نروح نحط له حبه مي سخنه لا يستوي. مثل ما قلنا بنعطي معه رز بالشعيريه نحن. رز بالشعيريه صرنا عاملينه كذا مره. يعني عندنا 300 رز امريكاني وعندنا 75 جرام شعيريه 60 جرام سمنه، واذا عندنا 300 نحط لهم 500 مي او مرقه. فاتني عم تسال ما بيصير اللبن اسمر مع ميه اللحمه مع مرقه اللحمه؟ لا هي ليك ها مبين ابيض بعده ابيض. ما هي اساسا الشكريه إذا حطيت بصل شوي قليته واللحمة هيك لازم تعطي شوي ميلي للشعار شوي صغير للصفار يعني. تمام ايه أمير مرحبا أحلى برنامج، شكرا يا أمير كلك ذوق. عم بيقول ما بعتقد عنا أي طبخة في العراق بتشبه الشكري، يلا هيك بتتعرفوا على طبخات جديدة إن شاء الله. يلا عملوا لنا كومنتس هيك ولايكس وتاجز وشيرز وهيك، ادعموا هالبرنامج شو بكون.
بت حانك بت حانك البصل. بتطحن البصل شيء؟ لا لا البصل ضل حبة مثل ما هي، إذا طحنناه ما بيعود يبين بالطبخ يعني. اه بيرفكت. أم عدنان أهلا وسهلا، أميرة أهلا وسهلا. هلا مثل ما قلنا البصل بديش إياه يشعر كتير هيك بهالشغلة هي يعني طبعا. شوي عم بيشوفوه هني اثنيناتهم عم بيشوفوه شوي صفار، رح أحط له حبة مي سخنة ونغليه 10 دقايق لا يستوي. بس يستوي بنحطه مع اللحمة هون، اللحمة والبصل مع اللبن ونغليهن 3-4 دقايق نرجع بنحط لهم الكريمة. إذا اللبن في ملاحظة عندنا، إذا اللبن حلو مش ضروري نحط كريمة يعني، إذا في طعم حامضة شوي بنحط له شوية كريمة، فينا نستغني عن الكريمة يعني. تمام، هذا ما بيحب الدسم أو شيء في يستغني عن الكريمة. إيه في يستغني عن الكريمة، خلص بتعمل النشا وزي البيض وبيحط اللحمة والبصل والقليل على الوجه اللي بنقليها نحن الثوم الناعم مع النعناع الاخضر. ملاك انا بطبخ شكريه بسلق البصل مع اللحم الني. ايه فيت ما نحن عم نسلقه، نحن اعطيناه شويه تبيل وعم نسلقه. بس سلقناه مع اللحمه تستوي البصل واللحمه بعد ما استوت، يعني بيروح بيفرط كل سوا واللحمه بعد ما استوت. مفروض البصل ينسلق لحاله مش مع اللحمه يعني. لأن البصل مكسمو 10 دقايق بيكون مسلوق. سمر أهلا وسهلا، مش كلكم عم تحكوا اليوم بس عم تحضروا اليوم. ها ما حدا عم يسلم علينا، ما بيصير هيك. أماني كيفك يا أماني؟ أخي مصاريني جاعت قبل ما تخلص الطبخة. سلامة مصارينك يا أماني. أنا أكلها بس لحمي نيم ولذيذة. إيه شو طابخين اليوم يا إخواننا؟ هلا سمر كيفك، شو أخبارك؟ مثل شايفين اللبن بلش يعقد. هلا اذا لقيناه جامد كتير بنرجع نحط له حبه مي مرقه اللحمه او من مي البصل، يعني في اثنين فينا نستعملهم يعني. تمام اماني اهلا وسهلا باماني، مين عم يحضرنا كمان؟ هات لنشوف. فاطمه فرحات منوره بوجودك، رانيا انا راح اعمل شكريه ان شاء الله، يلا اعمليها يا رانيا وبعتي لنا الصوره. في ناس بيعملوها الموزات بالعظم اذا بدهم. بيصير الموزات بالعظم بيحطوها مع اللبن. موزات بالعظم؟ ايه. طيب اللي عم بيقولنا عن الوصفه خلينا نرجع نحط لكم اياهم للانجريدينتس للمكونات مره ثانيه، رح يبينوا قدامكم على الشاشه هلا حاليا. دائما بنصحكم انا تعملوا سكرين شوت للمكونات، لانه اول شيء هن هلا اليوم منهم كتار بس مبينين قدامكم مثل شايفين. لبن 1200 جرام، لحمه موزات غنم او بقر حسب انتم شو بدكم، بصل كويزات، كريمه مثل ما قال الشيف اذا هي منا اذا هي شو اذا حلو اذا مش حامض اللبن، اذا مش حامض اللبن مش ضروري الكريمه، مش ضروري يحطوا كريمه. سو اذا اللبن منه حامض مش ضروري تحطوا كريمه. نشا هول الاشخاص اللي بيفرط معهم اللبن منيح النشا بيهدي لكم اياه. زليل بيض، ملح، واكيد اذا بدكم تعملوا رز ابيض معه كثير اكله طيبه. رز بالشعيريه، رز بالشعيريه بتنعمل معه هذه الاكله. فاعملوا له سكرين شوت للمكونات، و الحلقة بتضليها موجودة على فيسبوك، على يوتيوب، على الويب سايت تبعنا www.whatsappmedianetwork.com، دايما فيكم ترجعوا لها وتشوفوا شو نحن عم نعمل إذا راح عليكم شيء أكيد.
من وين أصلها أكلة الشكرية بالضبط يا شيف؟ هي لبنان وسورية. لبنان وسورية يا أماني. هلا اللبن بلش يعقد، رح شيل اللحمة وحطها خل تغلي شوي مع اللبن. مع اللبنات. خلص معك. احنا نفطر الآن، نفطر الآن وين؟ بأريزونا هيدي. قديش الساعة عندكم يا حبيبة؟ أماني بعتقد بنيويورك أنت أماني. أحلام يسلم إيديك شيف، شكرا يا أحلام. أنا رح أعمل شكرية إن شاء الله، صحتين وعافية إن شاء الله. الموزات اللي شايفينه حب كبير، يعني حاطين احنا جزر وحاطين كرافس ورق غار. نعم. ماش بدنا ياخذ هذا نحطه تحت. تفضل. سيف يا اهلا وسهلا فيك يا سيف، وعليكم السلام. في حدا سلم؟ آه رامي النجار، كيفك يا رامي؟ ما بحب انسى حدا انا صراحة، بيسلم علينا لازم نسلم عليه، خصوصا بالبرنامج، خصوصا بالبرامج التانية بحكيش معكم، انا بطلع بعطي معلومات وبنزل، بستغل الفرصة بهذا البرنامج لأطلع احكي مع العالم. جوعتونا يا رامي. ها انا مقطع الموزات حبة كبيرة اماني بنيويورك. شفتي يا اماني عرفتك انه بنيويورك. طبخ اليوم فريكي مع خضار ومكسرات ودجاج مشوي بالفرن، انا من عشاق الطبخ يا عين. كيف عم تلاقوا لنا هالبرامج؟ خبرونا لشوف، عم يعجبوكم البرامج اللي عم نعملكم اياها تبع وفاء والبرامج انا وهيك، ولا بدكم شيء نغير بشيء؟ حنان ناصر اطيب اكله بالعالم، شكرا يا حنان، تسلم هالايد فاتنه، شكرا يا فاتنه. اي والله جوعتنا شف. هلا اللحمه بدنا نسقطها مع اللبن. هذه لحمه موزات مثل ما قلنا، فيكم تجيبوا غنم او بقر حسب انتم شو بتحبوا. سولانج جابر يعطيك العافية أطيب أكلة، شكرا يا سولانج. رامي روعة. قلتولي عطونا رأيكم بهالبرامج هيك طبخ ووفاء وهيك، يعني في شيء هيك ناقص بنعملكم اياه؟ اوكي هلا نزلنا اللبن، نحن مع اللحمة مع اللبن، اللحمة مع اللبن بنغلي شيء دقيقتين ثلاثة لحتى اللبن يتشرب باللحم، يعني اللحم تصير فيها لبن يعني. يا عين تريجولي ماجنيفيك، بلشنا نحكيكم فرنسي هلا، شو رايكم؟ حسين علي نور شو اخبارك؟ حسين علي نور بده ياكل صحن منها اليوم. والله اكيد بدنا نبارك له لحسين، نبارك ما اجاك انت وجنان ويربى بعزكم يا رب، اجي صبي سماه علي نور. في اماني تاني من نيويورك، ايه اماني اكيد بنعرفك اماني حسين. سيف انت روعه وبرامجك كلها روعه ومفيده، شكرا يا سيف كلك ذوق. سعيد برامج شيقه نتابعها من كاليفورنيا، تحياتنا لكم الاهل بكاليفورنيا. حنان ليش عم تغلي بالماي؟ هدي احلى يعني؟ ايه لانه اذا فيني حطها دغري بلا المي يعني، بس اذا واحد بده يشتغل شغله ثانيه بحطها بالمي ما بتعود تلزق، بس في داعي كل ساعه يحركها يعني هاي ما بعيش خاف انه تلزق كعب الطنجره يعني. او في حطها على نار خفيفه، بتكون عم بتوزع النار بالتساوي، انت توزع النار بالتساوي، عم تستوي على البخار يعني تعود المي. حبيبه على غدانا اليوم اكل هندي وماي لحم، تشريب لحم، صحتين وعافيه. أماني برامجكم روعة بصراحة ومو مقصرين أبدا، ربي يوفقكم على طول، ولكن بقترح تعمل مقابلة مع طلاب الهاي سكول للتحدث عن مشاكل الأبناء مع الأهل ويحكوا وجهة نظرهم بين التربية العربية والأمريكان. Very good topic يا أماني، I like it. إن شاء الله بإلا لوفاء أنا إن شاء الله، لأنه دايما بتحكي عن هيك مواضيع يعني. ست وفاء سولانج رميز على الطبخ، لأنه دائما بنحطها شو بدنا نطبخ. تمام.
ما عرفت ليش حطيت اللبن بالماي. اوكي شرح الشيف هذا الموضوع. البصل استوى بدي سقطه مع اللبن كمان ونغليه شوي مع اللبنيات. يا عين سيف انا متابعك من كاليفورنيا، تحياتنا لك يا خينا سيف. اكيد بنتمنى منكم تعملوا شير لهذه الحلقه، تتفاعلوا معها، تعملوا تاج لاشخاص اخرين لحتى يبلشوا يحضروا هذه البرامج ويتابعونا ايضا. امل شكرا على فاتنا، مثل ما عم تعمل فاتنا تاج، اذا في عندكم حدا بعثوا له الحلقه او اعملوا لهم تاج خليه يبلشوا يحضروا البرامج تبعنا، قولوا لهم هيدي قناه مميزه يحضروها. امي تحياتنا، شو اخبارك ماشي الحال؟ رانيا الله يعطيكم العافيه كل شيء بتقدموه، شكرا جزيلا يا رانيا من ذوقك هيدا. حنان برامجكم روعه، شكرا يا حنان، شكرا على الاطراء جميعا. تمام سو هيدي قديش بدنا نخليها تغلي شاف هلا حاليا؟ خلص دقيقتين بس. بس دقيقتين وشو بتكون خلصت يعني؟ ايه. طيب خلينا نطلع بريك، لكن شو بخلينا بلا بريك اليوم؟ لا يلا اطلع بريك. خلينا بريك 30 ثانية، ما هو كله 30 ثانية حرام. يلا بريك 30 ثانية، بعد البريك بنفرجيكم هالأكل المميز كيف رح تطلع، يلا بريك. Was your child born with a birth defect? If so, as a parent, you need answers. You need to know whether your child's birth defect was preventable, meaning it was the result of negligence by the hospital or doctor or nurses. You need to get at the truth. You need to speak to a lawyer. هلا نحن ما عملنا شيء، بس غلينا خلصنا غليناها، بدنا نطفي تحت مني، بدنا نسكبي، بدنا نعمل مثل ما قلنا بالسمنة، بدنا نقلي الثوم الناعم والنعنع مشان نحطن على الوجه يعني. وهلا الكريمة نحطها هلا، بس نغليها ونخلص بنحط الكريمة. الكريمة ما بتنحطها انتو عم تغليها؟ لا بس تخلص. حطينا قدر 30 جرام كريمة، ما كترنا لانه اللبن مش كتير حامض. نعم. اكيد مثل ما شايفين قدامكم الزبدة عم تغلي. تغلي ولا دابت يعني؟ لا هي السمنة غليت، بدنا نحط هذه سمنة مش زبدة. توم ناعم والنعناع الأخضر. أبو علي سلوم أهلا وسهلا فيك. زيزي أي كي لونج تايم مان. اماني احلام شكرا اماني، فعلا قناه مميزه روعه، شكرا يا اماني كلك ذوق والله، على طول بتتابعينا على طول بتحضرينا على طول بتتفاعلي معنا، شكرا جزيلا. توم بدنا ياخذ لون اصفر شوي. نعم حتى ما يخضر، بس تحطه على وجه الاوقات بيكون بعده مش منشف منيح، بيكون باغو بيعطي خضار. لا الشكري واللبن امه نفس الشيء يا زيزي، عندنا بلبنان بيقولوا له لبن امه، بسوريا بيقولوا له شكريه حسب. ام عدنان انت معلم منك نتعلم، ربنا يعطيك العافيه. اكله سوريه ولبنانيه والسودانيه، ايه اكيد تختلف الاسماء والطبخه وحده. استاذ يوسف يا اهلا وسهلا فيك يا استاذ يوسف، شو اخبارك؟ نسكبه.
هلا عم نسكب الشيكري، يعني اللبن صارت مع النشا زيت البيض غليناه هون، رجعنا حطينا بظهر اللحم المسلوقه والبصل قليناه شوي سوتيه، يعني ما عطيناه لون اشقر كثير. فاطمة عم تسألك، كل أنواع الأكل اللي فيها لبن لازم نحط كريمة؟ قلت أني اللبن إذا كان حامض نعم بنحط له كريمة، إذا مش حامض مش ضروري. إذا مش حامض مش ضروري؟ إيه مش ضروري، إذا كان لبن حلو إيه مش ضروري نحط كريمة. تمام، يلا بنحط على الوجه ثوم والنعنع الأخضر اللي قليناهن بالسمنة. يا عين يا عين، خطير. أعطونا رأيكم شو كيف ملاقيين الوضع؟ الوضع تمام على ذوقكم؟ اوكي، نحن مثل ما قلنا لكم بدك تعملوا رز مع رز بالشعيرية. رز بالشعيرية شكرا يا استاذ يوسف. شوفوا لنا هالمنظر يا جماعة، شوفوا لنا هالمنظر، شيء بشهي منظر. ولازم أعمل هاي الأكلة عن قريب، عادة أنا بعمل كوسة بلبن بس شكرية عمري ما جربتها. يلا جربيها وخبرينا كيف تطلع معك يا أمانة. أماني يوسف يسلم ودي أستاذ يوسف، أكيد تحياتنا يسلم ودياتك، يعطيك العافية. شكرا لك أستاذ يوسف. الله الله، بسم الله، نبدأ الوضع بجنن. شكرا علي حلاني، شو أخبارك؟ علي حلاني صار لك زمان مش مبين عنا على الأراضي هون. شكرا يا ليلى، كلك ذوق. يعني شو بدي اقلكم، يعني انا المنظر ما بعرف اذا الكاميرا عم تنقلكم المنظر، يعني بس منظر جميل جدا هالمنظر. اكيد عملنا الرز حده نحن. تفضل شيف اذا بتحب تذكرهم. هذا الطبق يكون خلص مثل ما قلنا نحن، لبن عندنا طبخناه الكيلو 200 جرام مع 30 جرام نشا مع زليه البيضة، ورخيناه بشويه مرقه من طعول اللحمه. غليناه على النار شي 10 دقايق بس ليعقد شوي. الموزات بنكون سالقين مع مواد عطريه ورشه ملح صغيره، بنصفيها ونحط اللحمه فوق اللبن هو عم بيغلي على النار، البصل الكويزات دبلناه تبيل شوي بالسمنه، ورجعنا غليناه 10 دقايق وحطيناه معاهم نغليه شوي مع بعض بعد 3 4 دقايق. نعم بدنا نسكبهم. قلينا ثوم ناعم بشويه سمنه مع نعنع اخضر حطيناه على الوجه، وعندنا نعطي معها رز بشعيرية. إن كمية الرز للأربع أشخاص هي 300 جرام و75 جرام شعيرية، 60 جرام سمنة، و500 ماي، ورشة ملح. هي بتقدم صنف تاني، صنف رئيسي. شكرا لك شيف، يعطيك ألف عافية. شكرا لكل المتابعين والمشاهدين اللي بيحضروا الحلقة لايف أو اللي بيحضروا الحلقة بعد ما تخلص. شكرا لكم على حسن المتابعة، دائما تفاعلوا معنا من خلال اللايكس، من خلال التعليقات، من خلال التاجز لأشخاص الآخرين، عملوا شير للفيديو، شاركوه مع أصدقائكم وقرايبينكم لحتى يحضروا هذه القناة ويستفيدوا من البرامج وكمان يدعموها. شكرا لكل اللي كان عم يتابعنا من دون استثناء. هذه كانت حلقتنا لليوم، تابعونا كل نهار جمعة ببرنامج مطبخنا الساعة 2:30 عصرا بتوقيت ولاية ميشيغان. كان معكم الشيف محمد هاشم ومن وراء الكاميرا حسين هاشم. إلى اللقاء.